ماشي يعني جات غير الضرائب. الرئيس البلدية كتب رسالة كيستعطف المدير ديال الضرائب باش يعفي شي ناس تابعين الحزب ديالو ما يستخدموا السوسي منهم الضرائب. ديال الضرائب كيطلب منو كيفاش كيطلب الناس عاديين اللي كيديو الارباح كيطلب لهم يعني استعطاب باش يعفيهم ما يستخدموا السوسي منهم الضرائب، ولكن النادي الرياضي الفنيدق فرضوا عليها الضرائب يعني. وبعد المفاوضات والمداخلات وكذا قطعوا لنا 10 مليون. المجموع شحال ديال الضرائب؟ المجموع كانت 25 مليون اللي جابوا لنا حنايا. هاد الضرائب وليدة الصدفة حتى هي جات مؤخرا. حنا الاكشك عندنا من 2006 ما عمرها جاتنا شي ضريبة، حيت حنا عندنا العقود الناس التزموا يخلص. حتى ديال الاكشاك باش المشاهدين يكونوا يعني الاكشاك حنا ما عندناش الاكشاك، عندنا العدد 80 متر اللي عطات لكم الجماعة في عهد طالب محمد الله يرحمه والله يطول الله يغفر له. هذا طالب محمد هو اللي كان مساهم مع الفريق بديك الاكشاك، وحتى فعاليات الاقتصاديه اخرى امانديس كتساهمش معنا، اللي يصدرنا ما كتساهمش معنا، هذه العمران كتساهمش معنا، اللي رغم عينا ما نقدموا لهم الطلبات عينا ما نشوفهم يعني السياحيه اللي كاين على الشريط. لا لا حتى شي واحد ما كيعاوننا بشي درهم الا المنخرطين ديالنا والاعضاء المكتب من جيبهم هما اللي كيساهموا. هما المجلس ديال المجلس الاقليمي مجلس الاقليمي جامي عمرهم ما عطاوني شي ريال. المجلس الاقليمي ديال العماله المنطقه الفنيده عمرهم ما لا 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 كيقولوا ما عندهمش الميزانيه، فهمتي، علما ان فرق اخرين عطاوهم مناح واستفدوا من مناح. بالنسبه لسي محمد الجهه الجهة هاد السنة العام اللي فات ما استفدنا حتى شي جهة. هاد السنة كان اتفاقية مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبالمناسبة كنشكروا الناس المسؤولين على الجهة. غادي ناخذوا المنحة ديال الجهة، باقي ما عرفناش مؤكد المونطو شحال فيه، ولكن غادي نستافدوا من المنحة ديال الجهة. بالنسبة لسي محمد الفريق يعني حنا كنشوفوا بعض الجمعيات اللي كاينين مثلا بلا ما نشوف عيد كاينين في مدينه تطوان بعض الجمعيات ديال الاحياء واللي عندهم وسيله ديال النقل يعني تعطات لهم على طريق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. شنو اللي خلى الفريق كيلعب في القسم يعني الوطني وهو الثاني وكي عنده واحد التراجي اللي هو يعني انا سمعتكم انا كنت كنمشيو حتى لارفود مدينه ارفود يعني في الصحراء المغربيه. حنا كيخلي ان الفريق ما يكونش عنده الوسيله ديال النقل يعني ديما كيكري يعني الوسيله ديال النقل المبادره السلفه كي كذا يعني هادشي كنقولوا حنا السياسه ديال السينيه. حنايا المبادره الوطنيه اللي في تطوان ماشي هي اللي في المضيق الفنيدق. حنا عندنا فراعنه في الناس اللي يمكن المسؤولين على المبادره الوطنيه في القسم الجمعوي. انا غادي حتى الرئيس ديال القسم الجمعوي حيت حنايا مؤخرا كانوا شي ملاعب ديال القرب بغينا ناخذوهم حنايا على اساس فئات صغرى ديالنا تدربوا فيهم. مع صعيب علينا نطلعوا الحيدر راه تطلع عند الملعب فين كاين جديد راه كيكلفنا ميزانيه قد ما شحال يعني عندكم ديال المنخرطين يعني في النادي. حسب المنخرطة عندنا 169 في الفئات الصغرى. الفئات الصغرى بلا الفريق الكبير. 100 وكنوفروا أكثر من 25 منصب شغل. في الفريق داخل الفريق. إدارة التقنية المدربين اللعابة يعني أكثر من 25 منصب شغل يعني اللي كياخذوا صالير وكيتخلصوا. ولحد الساعة كنشكر السيد الرئيس والسيد أمين المال اللي موفرين كل الإمكانيات وكيخلصوهم أجور ما كيسالونا تاريخ.